دلوقتي خلينا نروح نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، وكمان نسألها سؤال الحلقة. هالة صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير على كل يشوفونا النهاردة. صباح الخير عليك. قولي بقى، إيه أخبارك مع صحاب الجامعة؟ صحاب الجامعة وصحاب المدرسة بنتقابل بس على أوقات بعيدة، يعني على فترات متقطعة كده، لأن إحنا طبعاً عملنا جروب على الواتساب، يلا نخرج يلا نخرج، فبتلاقي إن دايماً الدنيا مشاغل وبتاع، لكن إحنا موجودين على السوشيال ميديا. بس عارفة إيه بقى اللي لفت نظري؟ إنه الأجيال القديمة، يعني الجيل بتاع مامتي وبابايا الله يرحمهم، كان عندهم حرص أكتر بكتير مننا على قصة ميعاد الدفعة ومقابلة الدفعة دي. كان بابي ممكن يرجعنا من المصيف عشان لا معلش ده اليوم بتاع الدفعة، ما أجيال بعد أجيال يلغي حاجات وراه، علشان يعني هما كمان كانوا عاملين فيكس داي أو يوم مثبتينه، وليكن مثلا أول جمعة من كل شهر مثلا أو أول سبت من كل شهر، ده ميعاد ثابت ومقدس يتقابلوا فيه بشكل يعني الناس بتفضي نفسها. فلقيت ان احنا لا دلوقتي، لا اصل انا عندي ظروف، لا احنا مش فاضي. بنتقابل بس بقعد اقول احنا برضو اللي قابلينا كان عندهم حرص اكتر مننا انه صحيح انه يتقابلوا، ودي كانت حاجه انا مفتقدها بصراحه. يعني نفسي ان احنا نرجع، يعني برضو هو السوشيال ميديا كان ليها عيوبها، هي جمعتنا وكل حاجه، بس خلتنا ان احنا نستسهل، احنا موجودين عارفين اخبار بعض من السوشيال ميديا، لكن مش بنتقابل في الحياه زي ما زي الناس توا زمان. حاولي تجمعيهم انت. بحاول على قد ما اقدر.